الدور الآن يأتي طبعا على صاحب المركز الثاني النادي الكويتي. الكويتي لازم يكون مو زعلانين نادي الكويت، ورغم انه فازوا ببطوله خليجيه للانديه، لكن نادي الكويت الكويتي نرفع له القبعه على هذا الاداء الكبير، هذا الاداء المميز. وهنا الصوره ولا اروع، صوره ولا احلى من هيك، ابتسامه مصريه اهلاويه بتجنن، بتاخذ العقل، الروعه. ليه؟ لانه هاي الابتسامه اتت بعد مباريات كبيره، بعد ما تصدر المجموعه الثالثه، فريق ما خسر ابدا، لقطات حلوه كثير. حسين الخباز امامنا بيتقدم، عناصر النادي الكويت الكويتي واصحاب المركز الثاني ابطال الخليج حلوين كثير كانوا بصراحه. هاد ثلاث شهور تفوز ببطوله الخليج وتاتي وتنافس عربيا وتصل للمباراه النهائيه. حسين الخباز احسن لاعب كويتي قبل ثلاث اربع سنين، امامنا فهد عبد الله، علي الهدود من احسن اللاعبين البطوله ايضا بالقميص رقم صفر، يوسف محمد ما شاهدنا كثير لكن لاعب ممتاز، تركي الشمري، حمد عدنان ومحمد عدنان اشقاء كنت اتوقع منهم افضل في مباراه اليوم، لكن هم ما بيمنع انهم لاعبين ممتازين. عمران جوهر امامنا، هنا جيمس وكيكونوفيتش، عالم الدين لاعب منتخب البوسنه، وهنا الكسندر خالد، عبد الله الشمري اللي تحمس معانا، تحمسنا بالكوارتر الثالث، وهنا بالقميص رقم 21 محمد عدنان، وهذا نائب رئيس نادي الكويت الكويتي بالمناسبه ومدير لعبه كره السله بدر العصيمي، وهذا من كان لاعبا يوما ما في نادي الكويت وكان قبله في نادي الساحل، وكان لاعب شوتر ممتاز على الثري بوينتس. يحيى البحر بنقول لك حظ اوفر كوتش، لكن بقول لك ايضا برافو على هذا الاداء للنادي الكوتش بيتر شومرز، وهنا الطاقم الفني والاداري لنادي الكويت الكويتي، اعطيتكم اياهم بالاسم لانهم فريق بيستحق نقول له برافو ويعطيكم الف عافيه بطبيعه الحال. خلينا مع الكويت الكويتي، لكن هنا الصوره تاتي على النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي. هنا الصوره حاليا مع نادي الكويت مع كبار الحضور والشخصيات اسكن